سيدي شقي يا كوبس وحوي يعني أنا تقولي وكوبس وشقي وحوي يعني بيسنس بيسنس أنا الحين بيسنس إذا كده دويني تملي ذا أيها كتر البنكرة تفارق لي ذا تفارق لي ذا تملي ذا أيها ترانسكشن دحمر كرا على بتو إيه كرا قيمة سوبر إيه كرا حركة البنكرة هذا تكون يقولنا سانسو كل سمين كرا نو بف individual ذاك عادي جابا أونلاين بيعرف كيبسني يعني على بتو جلو ذا ممكن يعني أحكلو ترى تريد وكوبس ذا أو معه يدوي هي إن ما كنا سقفك ألعاب هدول بين يجي سوبر يجي سجوجا وألعاب تا وسائل كوبس سوق النيو كوا بسوا مع لوجي سموتا كوبس ألعاب تروح يسينيو إيب ماشة كده عيو معمول كراه العكس يصير فاينس كيس حاكم معمول كراه هدي حتى قف ما إنه هي أنت سمين كريم إنه كوبس أو كه السنة يو استوره دارو كهيدنا إنه استيل سوق ودي أدرس براند نيم كيسية كتبنا له يبين إنه ويستور كرين إنه وحيسين إنه هذي قاعد سوينا بحين دنا وحيس معلي كرا كوبس ذا أو كحول مكرا مانفكتشرز ككل دول إنترناشنال كايوك ولوك كابا هذي إنترناشنال كاو كلا وحي كوبس ذا كلا أي سوق قلنا يوم برودكت جو ذا هي قيمة هذي يا وحلا كتبنا وبعد كذا البكر تا حاجات كذا البكر تا مانفكتشرز كلا لوك كينا ساسو كلا سمين كرا توصيل ليسك تذكر جملتي ذا يهتي إذا كان تفارق لي ذا يذا كأنت تبنيس كأو يقولون حسمين يا يقولي هو ديسك جو قصة يا قص إن كم لنا عاوز سمين يا أي ألعاب تودي كحيسين يا كوبس ذا كديمنا كوبس ذا هو رسول مقامنا يا يقول عطهم بهليا. بلاتفورم حوالي وحسمين يا وحكوت شيء مهندسي مجال دورنا ترى كأنه وحبي بينا مهندسي لكن حسمين أن إنترميديت هاي كنا رحنا نبغى أن فندرسي كوي سوسار يجي يدخل عندهم مفكرس عالم كها يكوي لوك كها تكلم دي يوم عاملش يدري إنت أساس كده أنا بو هدخل عندهم لك عشان عندنا شكلها كوميكيشن كا يوم بقية دا يوم هيدا هدول ده ينتهى صورة ده مرجع كمبيوتر سيدي سعيد محمد وشاعي بعيرها كده رأي محكم دا 24/7 يقول كستو مير كستو كبير كتيرو فرسان ولا توي ميكا تايرجا هو كبير كتيرو ما دام مر بس كذا تشكره يا كوب صدق بس سمعنا يا هو ألعاب تيسي صار تايرجا بعد تالو أيوه كيس كي مني يا كرتو هذه أبنا هم بلين يا أقول إياها كا يمكن عستد ما تسوق ردي سوقا كوب صدق وهذا ماشى معايا هاي دنيو أي حكي بسنتو أما أيوة حكي بسو كوكا وحي ما شاء الله وياه تينو ماتا ترتكع سوق الله ينو قريب كنا قلناي إن أدي أدي أنا هم بليين يا إن ملكي لي ياشا فكر كان رمتي بس إنه صعب نجاي إنه كأني وحنو أركاين إتهاي فرصة قالية تاسنا وحي رمتي فرصة زينة سا كان عصتها داني واقع لا aadi aad waxaan ugu faraxsanahay inaan ka soo qayb galo xafladan lagu daafurayo koobsade aadi aad baan runtii u mahadnaqayaa walaalaha runtii dhalinyarta ah ee dadaalka badan runtii geliyay in systemkani runtii wadankeena uu ka hana qaado xaqiiqatan wadan ahaan waxaynu nahay dad technology-gu runtii aad uga faa'iideysta waxaan adeer runtii markhaati madoonka amaanta koobsade iyo runtii hawsha wiino soo kordhiyay aad iyo aad baan ugu faraxsanahay munaasabadan qiimaha iyo qaayaha gaar ka ah ee lagu dhaafrayo amba aynu ku dhaafrayno maanta oo wada fadhino koobsade oo ah technology company inaan ka soo qayb galo waan ku faraxsanahay waanu taageersanahay shirkaddan koobsade aad iyo aad baan soo dhaweynayna technology-ga u soo jeesade runtii fishinka koobsadana waxaad jeenina taasi ku jirto waxaan u baahanahay wax loo kala ho sidii tii ka hadlayay oo sirkiyo in la saaro address rasmi ah iyo couriers fududeynayeen maaratay alaabta laga soo qaadi karo dibadda oo halka la keenayo runtii taa fishinka ugu muhiimsan ku darsataa waxaan koobsada insha Allah waxaan jeenina deynu Amazon ki Soomaalida iyo Afrika wasaaradahan aad baan soo dhaweynaynaa oo aan ku dhiirigelinaynaa iyaga iyo inta kale sameysay aad baan soo dhaweynaa waa talaabo hore loo maray in ay nuurayno online aan bal yaan leenahay soo dhawaad magac laftigiisa magac Soomaaliya runtii wax maanta sharaf inoo inaynu xariga ka jareyno
suuqayna joogin runtii waxaan gaar ugu simaad naqayaa dhalinyarada mutaalimiinta ee qoyaanka ee runtii fikradan iyo maxaa ku raadayay businesskan maanta iyo moolkan ayna dhex joogin meesha kale ay ku joogno runtii ay ino hirgeliyay kaasan aad ugu simaad celinayaa waa xaflad ganacsi laakiin ganacsi ka duwan ganacsiga traditionalka ahaa marka waxaan ku hambalyeynayaa dhalinyarada qoyahanka ah ee suuqan inoo aasaasay hal mool furi mayne mool is fara badan baynu maanta furan koobsade magacu inta badan wuxuu tilmaamaa waxani wuxuu yahay uu ka turjumaa marka koobsade waxaan filayaa waa suuqan waa wax walba haye waxay koobsade onlineka ay suurtagelinayaan labadii geedkii halkaa ku yaala faraarkii iyo hugada ku yaala ayay isu keenayaan waa dhexda hangoolka ee isku xidhaysa waa qorshe runtii aad u qiimo badan anigu marka koowaad waxaan oolayaa alaab baan hayaa insha allahu tacaala instagramtaba waanu soo gelin doonaa alaab cusub waxaan israaci doonaa platformkaasi waxaan idinka codsanayaa in alaabta iga iibsataan